نبقى مع الموضوع نفسه، وينضم إلينا من الجزائر البروفيسور حمران محمد الأكاديمي والخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك بروفيسور. وطبعا أضرار كبيرة في البنية التحتية الخاصة بالقطارات الفرنسية، وطبعا هي تربط باريس بمدن في كل أطراف الدولة الفرنسية. ما هي التقديرات الأولية للخسائر بعد هذا الاستهداف؟ نعم صحيح، نتكلم على استهداف الآن وصل إلى 3 محاور، المحور الأطلسي والمحور الشمالي والمحور الشرقي، وتزامنت كذلك مع فترة عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك مع عطلة السنوية. ونعرف أن المواطنين الأوروبيين يعتبروا أن العطلة السنوية أمر مقدس ولابد من اغتنام هذه الفرصة، وجهة أخرى التوجه إلى الحضور الاحتفاليات والحفل الكبير للألعاب الأولمبية. دونك هذا الجو الذي جعل كم هائل من المسافرين على محطات السكك الحديدية، وقدرت الرقم إلى 800,000 مسافر، وفقط لليوم الأول الجمعة تكلمنا على 250,000. يعني هذا الكم الهائل والتأثر وحالة الاضطرابات التي وقعت على مستوى محطة السكك الحديدية بالطبع أثرت من الناحية الاقتصادية وليس فقط من الناحية المعنوية. ولاحظوا أن هذا الإحباط في وسط المسافرين في فرنسا لم تكن بالفعل في الموعد، ولاحظنا حتى تنظيم هذه الألعاب الأولمبية وفي الحفل اليوم الأول لاحظنا بعض النقائص، وكان الانتقادات حتى من الفرنسيين أنفسهم. لو نتكلم من الناحية الاقتصادية، نلاحظوا على مستوى الأفراد، نلاحظوا هذه الأفراد قاموا بحجز هذه التذاكر منذ عدة أيام، وهي عطلة سنوية وتحتاج إلى الحجز المبكر. احنا ما ننتظرش المسافرين إلى مقربة العطلة من أجل نعرف أن يستفيدون من ناحية سعر التذكرة، ويستفيدون كذلك في بعض الأحيان توجد حتى اكتظاظ. الآن هذه الجو هذا الذي كانوا فرحين بهذه العطلة، وحتى التوجه كما قلت إلى حضور حفل واحتفاليات هذا الألعاب الأولمبية، الآن عندما وقع هذا التأخر طبيعة الحال وأثر كذلك حتى الحجز، وما لديهم حجز كذلك في فنادق، حجز في مطاعم، الآن هذه سوف تتأثر. ونعرف حتى الحجز الآن أصبح لدينا عدة خيارات عندما نحجز عن بعد وعن عبر الإنترنت، سواء الحجز بالتعويض، الحجز بالجزء، التعويض الجزئي، أو التعويض الكامل. لذلك الآن من لا يعوض له سوف يخسر الكثير من الناحية المالية، وحتى الفندق أو المطعم الذي يعوض كذلك هو كذلك من الناحية المالية هو خاسر. بالإضافة احنا نتكلم على 3 أيام، تلاحظي ان هذا الحضور هذا التاثير المالي والاقتصادي. لو نتكلم على الشركه في حد ذاتها، لاحظنا الشركه الان قامت بهبه كبيره، قامت بتجديد عدد كبير من حتى من قوات الامن، الان حتى من العملاء الخاصين، حتى الان الاعوان والخبراء والتقنيين، الان والمئات تكلمنا من اجل اصلاح هذا الخلل وهذا التخريب. الان تكلم حتى هذه الاجهزه عندما تنقل، هي ليست تنقل من عده اماكن في فرنسا لانها مواد خاصه. الآن تقوم حتى هذه الشركة باستغلال خطوط القديمة والعادية ضغط كبير الآن خلقته، توفير جزء كبير من العمال، الآن ساعات إضافية تدفع حتى المسافرين الآن على مثل المحطات. لاحظنا أن الشركة قامت بتقديم لهم زجاجات من الماء، تكلمنا على أكثر على عشرات الآلاف من الزجاجات، حتى وجبات سريعة قدمت له، بالإضافة إلى حالة الآن التعويض التي تكلمت عليها الشركة، وتكلمت على التعويض الكامل، ولديهم الحق بطبيعة الحال لأن الخطأ ليس خطأهم، الخطأ هو من خطأ هو خطأ قهري. بروفيسور، والتعويض يكون هنا لأي قطاع ولأي شركات تحديداً؟ التعويض احنا نتكلم على الشركة، هي مطالبة بتعويض وأرسلت رسائل. نعم، والشركة المفترض أن تدفع تعويضات للركاب وأيضا للمسافرين الذين قاموا بالحجز عليها،
وهل هناك شركات أو قطاعات أخرى تطالب بتعويضات من الشركة المشغلة للقطارات؟ ممكن احنا نتكلم الان على مؤسسه عموميه، وحنا هذه عندما مؤسسه الوطنيه للسكه الحديديه هي شركه عموميه بطبيعه الحال. احنا الان عندنا التزامات من ناحيه الحجز التذاكر، هذا هو الالتزام القانوني. طبيعه الحال اي من حجز سواء شخص معنوي او شخص طبيعي لديه الحق من استرجاع لانه تاثر ماديا. طبيعه الحال حتى في العداله الان ممكن اطراف سواء شركات او اشخاص طبيعيين يذهبون ابعد، لان في حاله الان ضياع فرص، نعرفوا احنا في الاقتصاد الوقت جد الثمين، وكان فرص اقتصاديه ضاعت من اطراف هذول سوف يقومون بمتابعه قضائية للشركة. طبيعة الحال هذا بغض النظر من طرف التعويض التذاكر، طبيعة الحال حتى في الناحية القضائية الآن عدة أطراف وشركات أو حتى أشخاص طبيعيين قلت لك عندهم مواعيد، عندهم تنقلات جد مهمة وتأثرت وممكن خسروا هذه الفرص، وبدل أن يتحملوا هم الخسائر مع هذه الأطراف التي ينتقلون إليها من أجل إبرام عقود أو فرص اقتصادية، نعم. الآن المؤسسة سوف يذهبون إلى العدالة من أجل استرجاع حقوقهم. والمؤسف أنه فرنسا لم تستضف الأولمبياد منذ قرن وخصصت أكثر من 8 مليارات دولار لإقامة هذا الأولمبياد. هذه الهجمات بغض النظر عن مسألة التعويضات التي تحدثنا عنها، طبعا هناك شق متعلق بسمعة فرنسا، إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه العوامل لإضعاف الاقتصاد الفرنسي في الفترة المقبلة؟ نعم جد مهم كسؤال. احنا نعرفوا فرنسا هي تمر بحاله كارثيه من الناحيه الاقتصاديه، نعرفوا ان حجم الديون هو يتعدى 6 تريليون اورو، ولو تنظر احنا في حجم الاصول لتاع المؤسسات العموميه هي فقط في 4 تريليون، يعني المؤسسه العموميه الان الاداره العموميه الفرنسيه تحقق هي فاشله في حاله افلاس. يعني كانت تنتظر من هذه المهرجان وهذا الحفل العالمي والدولي من اجل استقطاب بعض الاموال ومن اجل تحسين الناتج الداخلي الخام، لكن الان سوء التسيير وهذه الاحداث التي ادت الى اضطراب وخلل في النقل عبر السكه الحديديه، طبيعه الحال هو جد مضر من الناحيه الاقتصاديه للفرنسيين. الان هذا ادى كذلك من اجل فقدان هذه المصداقيه، احنا نعرفوا في الاقتصاد وفي المؤسسات هي المصداقيه والثقه والاستقرار. احنا حتى الوعود والالتزامات الان مستقبلا تصبح غير ليس لديها مصداقيه لدى المواطنين ولدى الزبائن. هنا فرنسا التي كانت يفترض أن تقدم عرس كبير وتقوم بالسهر على نقل المواطنين إلى الاحتفال إلى الملاعب الأولمبياد الآن والتنقل حتى إلى قضاء أعطالهم السنوية، وإذا بنا نجد طهرة أمنية، هذا هو المشكل الآن، توجد طهرة أمنية اكتشفها الآن منفذو العملية وأطروا على الصورة على فرنسا وفي عمق واختاروا الزمان والمكان لضرب في الصميم هذا الحدث الدولي. نظن من الناحية الاقتصادية والمالية هو شوه الصورات صوت صورة فرنسية وجد مضر كذلك للشركة لاحقا وحتى في مستقبلا وفي قضاء العطل مستقبلا، ولا بد من أعمال جد مهيبة في القريب السريع من أجل تحسين هذه الصورة التي سوف تنعكس على التعاملات وعلى الحجز وقضاء العطل والتنقل عبر هذه السكة الوطنية، السكة التابعة للدولة الفرنسية. يبدو أنها سلسلة ربما من الحظ العثر لباريس. بالأمس كان هناك انقطاع في الكهرباء، وقبلها كان هذا الاستهداف لشبكة القطارات، أيضا الخدمة الدولية للسكك الحديدية يوروستار التي تربط بين بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا أعلنت إلغاء ربع رحلاتها.
كل هذه الاضطرابات والتأثير على حركة التنقل ستؤثر على يعني التحركات ليس فقط في فرنسا ولكن في أوروبا، أليس كذلك؟ صحيح، لاحظنا أن هذا التأثر لم يتأثر فرنسا داخليا فقط في التنقل وحركة المواطنين، لاحظنا حتى التنقل تأثرت به الدول المجاورة لفرنسا كما قلت، كما أشرت سيدتي إلى إنجلترا وكذلك حتى من جهة سويسرا وألمانيا. هذا هو التأثر، هذا الذي هذا الاستك... هذا اللا استقرار. احنا نعرف مسؤوليتك كاملة على الدولة الفرنسية، لا مسألة للحظ فيها. هنا عندما نتكلم احنا نتكلم حتى في تسيير، توجد تسيير المخاطر، توجد مخاطر، وفرنسيين لم يحسنوا استغلال وتسيير هذه المخاطر ويتحمل المسؤولية كاملة. الآن كل المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين هم عندما يتخذوا قرارات اقتصادية ومالية يتخذوها على أسس رشيدة، لذلك كان من المفروض على فرنسا وعلى المسيرين ومنظمي أن وحتى على الشركة أن يأخذوا بعين الاعتبار المخاطر ويحسنون تسييرها، وقد أظهروا فشلا ذريعا في هذا الجانب. نعم، شكرا جزيلا لوجودك معنا، ضيفنا من الجزائر البروفيسور حمران محمد الأكاديمي والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.